أنا اسمي سعدة ديب سعدة نصف صار. أنا من بيت دار شريدي. حاجة إيش مواليدك؟ 36. من أي بلد بفلسطين؟ ابن اسمه استفصاف، أذا صفد. حجي بدي إياكي تحكي لنا شوي عن استفصاف، تفضلي تحكي لنا أول شيء عن بيتكم، أبوك شو كان يشتغل؟ شو كان عندكم بالبيت؟ مين كانوا جيرانكم؟ تفضلي يا حجي. شو كان أبوي؟ أبوي كان فلاح. يزرع أرضياته، ينقش زرعاته، يزرع قميح، يزرع شعير، يزرع بتعرف الفلاح. هاي زرعتهم. وكم حوالينا يعني إيش أيانا كلياتنا ببيت واحد. هذا طبعا وجهنا كلياتنا من جميع يعني التمين والحمد لله رب العالمين. ابوي حتى على قده يعني ابوي لا كان غني ولا كان فقير، مش غني، ما غني غير الله. هي ما عنده من واحد ما عندهش ارض بيجي بقول لك والله اعمل معروف افتح لي الارضيات وازرع لي اياهم وشو بدك تكرم عينك. هاي عيشتنا ببلادنا. هاي شو هاي العيشه خيي، شو بد احسن من العيشه؟ شو بدنا؟ هيا اجينا لهون استمشطنا. المختار بالبلد يا حجه؟ كان في على الطاها. هيا وهي هذا كان مختار في عند دار الزغمول. هيا دار الزغمول تبعد عننا، دار على الطاها قريب علينا من بلدنا. امك كانت تخبز تروح على الفرن ولا تخبز بالبيت؟ امي احنا لا امي تخبز، لكن كنتها تخبز لها. كنا بالاول نخبز على الصاجات. كنا نخبز على الصاج. بعدين بطلنا طلعت الفرن الوقديات، صرنا نعجن ونخبز بالبيوت يعني، لا نروح فراني ولا فيش فراني، فيش فراني قريبة علينا هون. بدك تاكل لك أكلة تصبيحة بتطلع على صفد. تعمل أكلة تصبيحة اللي بدك إياه بتجيبها بناكلها إحنا وياك. ما في غيرها، ما فيش ولا فراني ولا بابابير ولا كاز ولا شيء. كانوا يعبوا يقولوا يعبوا تبع هذا الشكل أنين يعبوها زيت زيتون يعملوها فتايل ويضبوا عليهم. حجي البلاد اللي كانت حوالين الصفصاف بتتذكري اسمائها؟ يعني مين كانوا جنب الصفصاف البلاد؟ كانت الجيش مثلا، كانت طيطبة، مين كان حواليكم؟ طيطبة بعيدة عننا والرأس الأحمر بعيدة عننا وديك البلاد كلها بعيدة عننا، علمها الديسة كلها بعيدة عننا، ما حد قريب علينا غير طيطبة وأهل الراس الأحمر والجيش قريب علينا. نروح نطحن عنده نطحين بالجيش. هيا حاجة وقت طلعتوا لوين رحتوا؟ أول ما طلعتوا من البلد وين رحتوا؟ لأن على بنت أم جبيل. دغري على بنت أم جبيل؟ دغري. طلعتوا معكم كباشير الأرض تبع أبوكي؟ شو طلعتوا معكم الحجة؟ والله طلعنا حافين يا خيي. ما جت الطيران وكنا بالزيتون كمان خلينا زيتوننا بالارض وخلينا نقلب هاي السن يعني اول ما طلعناها كله ما ضل الزيتون اصحابه ما حدا اخذ شيء كله ضل للدروز ولا للهنود ما حدا. حجي وقت طلعتوا من فلسطين اجيتوا على بنت بيجي رجعتي شيء ثاني مره على البلد؟ لا ما بدناش ما حدا عاد رجع الى الان ما رحت على ولا حدا. لا احنا ولا شيء طلع ما عاد رجع كان طلع ما عاد رجع. تتمنى ترجعي عليها يا حجي؟ تتمنى ترجع على الصفصاف؟ والله ناكل التراب الصفصاف ولا اهلي هون، شايفوا التراب؟ ناكل التراب فلسطين ولا تراب هون. طب حجي لو قالوا لك هاي جنسيه وهاي تعويض وانسي الصفصاف بتقبلي؟ لا مين بيقبلها؟ ما حدا بيقبل، لا بقبلش. شو يعني ايه؟ بلادنا فتت على الارض، بتاكل تين، بتاكل عنب، بتاكل اللي بدك اياه وانت قاعد مبسوط، لا بتبيع ما بتشتري. وليه ناخذ جنسي؟ لا ايه شو بدك ما بكفيناش طلعنا مثل ما قالوا قتلوا من فوق الحد شو ما حدا قوس ولا ما فاتوا علينا هيك يعني ما بتتنازلي عن ارضك حجه؟ لا والله ما بتنازل لا بتفوت مال الدنيا كله والله ما بفوته